بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن أمواج تحت البحر، آية عظيمة كلما تذكرتها أتذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أو كظلمات في البحر لجي يغشاها موج من فوقها موج من فوقها سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. سورة النور آية 40. يشبه الله أعمال الكفار برجل يعيش في أعماق المحيط حيث تغشاه الأمواج العميقة من فوق ثم طبقة ثانية من الأمواج على سطح الماء، وفوق هذه الأمواج سحاب كثيف يحجب ضوء الشمس، فهو يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض. في هذه الآية العظيمة حقيقة علمية تم اكتشافها يقينا للعلماء في عام 2007، وذلك من خلال اكتشافهم الأمواج العميقة في المحيط لأول مرة تختلف عن الأمواج السطحية على سطح الماء، أي أن هناك موج عميق وموج سطحي، وهو ما عبرت عنه الآية بقول تبارك وتعالى: موج من فوقه موج. قد تفاجأ العلماء بهذه الأمواج التي أكدوا أنهم لم يكونوا يتوقعون وجودها. صراحة ما نقول سبحان الله. ألا تشهد هذه الآية على أن هذا القرآن هو الحق؟ والله أعلم.